بسم الله الرحمن الرحيم. urinary tract infections اللي هي التهابات المسالك البولية. bacteria causing urinary tract infections are commensals of the perineum or lower intestine. يعني البكتيريا بتسبب عدوى المسالك البولية، هي أصلا متلازمة أو موجودة commensal على مكان العجان والأمعاء الدقيقة. زي الإشريشة كولاي هي الموست كومن. أذر كولي فورم زي الكليبسيلا، بروتيس ميرابيلس أسوشيتد ويز يورينري تراكت ستونز اللي هي البكتيريا بتبقى مع اليورينري تراكت ستونز اللي هي الحصاوة بتاعت اليورينري تراكت. سودوموناس أرجينيوزا ويز كاستريزيشن بتبقى مصاحبة للقسطرة. Staphylococcus saprophyticus اللي هي بتبقى في اليونج وومن، في النساء الصغيرين بتبقى برضو نورمال كومنسل. Enterococcus fecalis وكانديدا البيكنز. ايه الاعراض بتاعت urinary tract infections او التهابات المسالك البولية؟ اللي هي عندنا frequency of micturition، تكرار التبول، dysuria pain on passing urine، بيبقى في حرقان في البول وألم عند التبول. في عندنا بعد كده فيفر اللي هي الحمى، لاين بين او تندرنس، بيبقى في مكان اللي هو الكليه من ورا بيبقى في ألم وبيزيد الألم عند الضغط عليه اللي هو التندرنس. Health care association urinary tract infection is the most common type of infections. يعني اللي هي الأكتر عدوى بتحصل في اللي هي عدوى المستشفيات اللي هي العدوى الجهاز البولي. It is often a complication of catheterization or urinary tract operative procedures. يعني دايما برضو بتبقى نتيجة العدوى ديت، نتيجة يعني نسبة كبيرة منها قوي بتحصل من تركيب الأساطر. Sources of infections، مصادر العدوى دي يا إما بتبقى endogenous اللي هي مصادر داخلية أو مصادر خارجية اللي هي exogenous. الكاثيترايزيشن اللي هي الأساطر associated catheter associated urinary tract infections اللي هي catheter associated urinary tract infections is that occurs in patients who had indwelling urethral urinary catheter in place within that 48-hour period before the onset of urinary tract infection. يعني عنده history بيركب قسطرة في خلال 48 ساعة بعد كده بيشتكي من أعراض الـ urinary tract infections أو العدوى. احنا قلنا في endogenous اللي هي ذاتية، يعني في النورمال فلورا بتاعت العيان نفسه، بتشمل including Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Enterococci and Proteus. دول اللي هم الorganisms common pathogens of urinary tract and potential colonizers of urinary catheters. هم دول أكتر اللي هم ميكروبات الموجودة normally موجودة في الـ في urinary tract. Inadequately decontaminated equipment اللي هو لو احنا ما استعملناش ما طهرناش الأجهزة اللي احنا بنستعملها أو طهرناها بس ما عندناش كل الأورجانيزم من عليها. And hands of healthcare workers والناس اللي بيشتغلوا، ايدين الناس اللي بتشتغل في المجال الطبي. May introduce environmental and common skin bacteria during insertion or maintenance of the urinary catheter. احنا قلنا قبل كده طبعا الايدين بتاعت الناس اللي هم بيشتغلوا في المجال الطبي سواء نيرسز او دكاتره وهم بيحركوا القسطره او بيركبوا القسطره ممكن يدخلوا الكومنسلز حتى اللي على الجلد بتاعت الايد يدخلوها ويعملوا لنا التهابات في المسالك البوليه. فعشان كده كان مهم قوي الهاند هايجين والبيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت اللي قلنا عليها قبل كده. Therefore Pseudomonas Serratia coagulase negative staphylococci Acinetobacter and other non-intestinal or environmental microbes can result in healthcare associated
infections يعني اللي هي الأورجانيزم موجودة على normal commensals على الجلد من برا ممكن تدخل بتغير مكانها بقى طبعا لو دخل في urinary tract فتعمل infection. Candida species are the normal الفطريات. Fungus are a common organism isolated from urine in setting برضو الكانديدا لقيناها. The use of antifungal drugs and broad spectrum antibiotics for epimeric therapy increase the prevalence of drug resistant fungi and bacteria in urinary tract infections and long term care settings. الاستخدام بتاع الادويه الزايد اللي هو احنا قلنا قبل كده البرود سبيكترم انتيبيوتكس والانتي فانجل هيعمل لنا نوع من الايه دراج ريزيستنس بعد كده للفانجاي والبكتيريا. Most infected urinary catheters are covered by thick biofilm intraluminary and extraluminary or both ways. بعض الأساطر والحاجات دي ممكن بتبقى متغطية بمجموعة من الايه الميكروبات اللي ممكن تعمل لنا infections. Complications of enduring urinary catheters ايه المشاكل اللي ممكن تحصل لما باجي اسحب الأساطر. في infections related to enduring urinary catheters بتشمل urinary tract infection, acute pyelonephritis, urethral strictures, prostatitis, orchitis, secondary bacteremia. يعني التهابات في المسالك البولية في أي مكان فيها الـ في المثانة أو في اليوريثرا أو في الكيدني أو ممكن كمان في البروستاتا ممكن كمان تعمل لي secondary bacteremia أو sepsis. اللي هو بكتيريا في البلد او تسمم في البلد. Guidelines for preventing complications of enduring urinary catheters يعني في guidelines اتحطت علشان نقلل الانفكشنز ديت. اول حاجة avoid unnecessary catheterization نتجنب الغير يعني عدم الاحتياج للأسطرة مركباش. Limit use of enduring urethral catheters to relief of anatomic or physiologic outlet or obstructions. إن أنا أقلل الاستعمال بتاع الأسطرة. Patients undergoing surgical repair of the genitourinary tract critically ill or post-operative patients who need their urinary output accurately measured. يعني لازم نستخدم اللي هي الأسطرة المناسبة. Paralyzed or comatose patients to prevent skin breakdown and infected pressure ulcers. When no longer needed the catheter should be removed. بنركب الأساطر في الناس مثلا اللي هم عندهم شلل أو comatose يعني على قد ما نقدر لو كان العين فعلا محتاجها. Consider alternative to urethral catheters. في أنواع تاني من الأساطر بنركبها غير urethral catheters زي suprapubic catheterization frequently used in patients on urologic أو gynecological services اللي هي suprapubic catheter نوع من الأساطر بنستخدمه في الناس اللي هو الأمراض في الحاجات الخدمات النسائية. Condom catheter drainage for incontinent males without outlet obstruction. Condom drainage associated with lower risk than enduring urethral catheters. Inserted under aseptic technique. دي اللي تهمنا طبعا ان انا لما باجي اركب قسطرة قلناها قبل كده لازم تبقى aseptic technique. أول حاجة إن أنا بإكسبلين بروسيدر تو بيشنت بشرح للعيان أنا هعمل إيه. أوبتين الكاثيتر كيت أجيب المجموعة كلها قدامي بتاعة القسطرة وشيك السبلايز الدراب والفلاش لايت والسترايل أبليكيتورز جيل كلين جلافز أور مويستشرز ووش كلوث كل الادوات اللي انا هستعملها واللي هطهر بيها والجلافز اللي هستعملها كل حاجه. Use smallest suitable pore catheter اصغر حاجه ممكن قسطره اقدر استعملها بتبقى مناسبه اكتر.
اول حاجه طبعا بنبقى ووش الهاندز، بغسل ايديا، بلبس كلين جلافز، فيجواليز برينيل اريا، قلنا بنايم العيان على ظهره وبيوسع بيتني رجليه عشان يوسع لي مكان البرينيم ببقى شايفاها، وبعد انظف اطهر المكان البرينيم كلين برينيم with wash clothes if needed، wash hands after perineal cleansing. كل ده قلناه ان احنا بعد ما بننظف مكان البرينيم برجع تاني اغسل ايه، اقلع الجلافز بتاعتي واغسل ايدي والبس جلافز جديده عشان همسك الاسطره المفروض انها ايه متعقمه، وافتحها تبقى طبعا لابسه انا جلافز نظيفه. Place catheter kit between patient knees. Open sterile wrapper. Place a drape under patient hips. Don sterile gloves. البس الجلافز النظيفة المعقمة. Place second fenestrated drape from kit box. Open and place to create a sterile field at perineal area. كل ده ان انا بستخدم الـ يعني بنعمل ايه، احنا قلنا بننظف المكان البرينيوم وبعد كده هو بلبس الجلافز النظيفه وبعد كده بفتح القسطره، بحط جل على المكان اللي انا هدخل فيه القسطره وبدخلها يعني بطريقه معقمه ان انا مبقاش ماسكه اي حاجه ممكن تعملي كونتامينيشن، وبعد كده بحقن بدخل ميه علشان مثلا 7 ل 9 سي سي ووتر عشان اشوف انها داخله مظبوطه و يعني الدنيا يعني سالكه او كده اهو. بعد كده بنتكلم عن البلاد ستريم انفكشنز، ايه العدوى اللي ممكن تحصل لي البكتيريا تدخل لي الدم. Blood stream infections اللي هي عندنا في بكتيريميا اللي هي وجود بكتيريا في الدم. Transient presence of bacteria in blood stream. There may be symptoms and signs of local infection. نتيجة أي ممكن يبقى في أعراض وعلامات في عدوى موضعية ونتج عنها إن ممكن تكون في بكتيريا في الدم. Septicemia or sepsis, presence of bacteria in the blood stream. وجود بكتيريا والسموم بتاعتها toxins بتاعتها. والساينز اوف شوك انكلودينج تاكيكارديا ريديوز ذا بلاد بريشر، علامات طبعا الشوك هي اللي هي بتبقى ضغط الدم بيقل شويه ويبقى فيه تاكيكارديا دقات القلب بتزيد وممكن يبقى فيها فيفر. لابوراتوري دايجنوزز بشخصها بايه؟ بلاد سامبل از اوبتيند باي كومبليت اسيبتيك تكنيك فور بلاد كلتشر، ان انا باخد عينه الدم واعمل لها مزرعه علشان يعني أكد التشخيص بتاعي. Intravenous catheter related infections. إيه اللي هي عن طريق إيه الـ infections اللي حصلت من نتيجة الأسطرة. Skin organisms enter the catheter insertion site along the outside of the catheter. لو دخلت أسطرة من على دخلت أسطرة من غير ما طهر الجلد هيدخل السكين اورجانيزم من الاسطره للدم جوه. Organisms from the hands of staff of or patient's skin enter from the injection pores. احنا قلنا برضو ممكن الستاف نفسه لو ما كانش مطهر ايده ملبسش جلافز ممكن ان هو يدخل اورجانيزم عن طريق ايده او عن طريق الجلد بتاع العيان، دخله مكان دخلت الابره بتاع على الجلد. Metastatic colonization of the catheter tip may occur seeded from the distant site of infection wound lung kidney. ممكن طبعا الأورجانيزم عملت كولونيز عند مكان التكاثر طبعا وعملت كولونيز مستعمرات على دخلة الأسطرة اللي هي الكاثيتر تيب، فدي ممكن تعمل لي انفكشن تمشي لغايه من مكان الجرح لللنج للكلى لاي مكان اي اورجان في الجسم تعمل انفكشن. Rarely infection will arise from organisms growing in commercially prepared infusate due to faulty sterilization or from contaminated added medications. يعني انا ممكن انقل عدوى عن طريق الأدوية أو الحاجة المحاليل اللي بركبها للعيان،
ان انا مثلا ألمسي المس ال احنا قلنا الرابر الموجودة على المالتش فايلز والحاجات دي، فممكن الانفكشن تدخل في البلاد ستريم بتاعت العيان من السوليوشن اللي انا مركباه او المحلول او الدراج اللي انا مركباه. استراتيجيز فور بريفنشن اوف كاثيتر ريليتد انفكشنز، عملوا سياسات علشان نمنع العدوى اللي بتتنقل عن طريق القساطر. اول حاجه adherence to hand hygiene and use of personal protective equipment، يعني لازم طبعا غسيل الايدي وطهاره الايدي، نغسلها كويس او صحه الايدي، ونلبس personal protective equipment اللي هي الواقيات الشخصيه. apply antiseptic in a spiral manner from inside out، دايما بنيجي نطهر المكان نحط انتيسيبتك على الجلد او اي مكان، دايما في سبايرال يعني طريقة من جوه البرة. بنستخدم 0.5% كلوركس اكسيدين ان 70% الكحول، دي المطهرات اللي احنا بنستخدمها علشان سكين انتيسيبسز لطهارة الجلد at the time of catheter insertion لما باجي اركب القسطرة. catheter site dressing، الدريسنج اللي انا بستعمله يوز اثير ستيرايل جوز، الشاش المعقم او ترانسبرنت، سيمي بيرميبل دريسنج يبقى شفاف او ترانسبرنت، سيمي بيرميبل يعني ذو سماحيه متوسطه او نص، فيكس كاثيتر ان بليس، هثبت القسطره او الكانيولا. وبعدين ديلي كير اند فولو اب، وانا مركبه الكانيولا او القسطره لازم ان انا يعني دايما اعمل لها انسبكشن، افحصها، ابص عليها، اشوفها راكبه صح، في اي تغيير عليها، تغيير في شكلها، الجلد اللي حواليها، القسطره راكبه مظبوط ولا لا. ديلي كير اند فولو اب، ايفالويت النيد، ايفالويت ذا انسرشن سايت ديلي، مكان دخولها فور انفكشن، اخد بالي ان مفيش اي اثار علامات عدوى، بالانسبكشن او بالبيتيشن ان انا احسها كده في ورم، في تغيير في اللون، في اي حاجه، الكانيولا راكبه مظبوط، مفيش اي انفكشن حواليها. ريموف ايف انفكشن اوكيرز، لو حسيت ان في اي انفكشن، شفت اي حاجه، العيان حس بحرقان في ايده او في مكان دخول الكانيولا، او انا حسيت باي تغيير في لون الجلد حواليها او ورم او اي حاجه، هشيل القسطره على طول، واحاول شيفت اورال ميديكيشن وين بوسيبل. عموما لو القسطره ملهاش اي احتياج والعيان يقدر انه نغير له العلاج بتاعه باورال ميديكيشن يستحسن. فور سنجل شوت يوز سنجل بانكتشر ستيل نيدل، دايما بنستخدم لو هي مره واحده هندي حقنه او علاج، بنستخدم اللي هي الحقن العادية، ما بنستخدمش الأساطر. replace dressing على PVC gauze dressing، replace the catheter side dressing when it becomes damp أو loosened or soiled or when inspection of the site is necessary، يعني دلوقتي أنا بغير الأسطرة مكان الدريسنج بتاعها، لو اتغيرت هي أو بلت أو بقت لوس أو أي حاجة، أو أنا عايز أشوف مكان الأسطرة. transparent dressing، دايما الدريسنج بتاعي بيبقى شفاف عشان اقدر اشوف مكان القسطره. can be left for the duration of catheter insertion. a central venous catheter in adult and pediatric patients every 2 days for gauze dressings، بغير الدريسنج. every 7 days for transparent، بغير central venous catheter كل يومين أو كل 7 أيام for transparent dressings except in those pediatric patients in which the risk for dislodging the catheter outweighs the benefit of changing a dressing، يعني بنغير على حسب الاحتياج بتاع العيان والفايدة بتاعة العيان نفسها. infusion fluid and intravenous medication، السوائل اللي أنا بحقنها أو الأدوية. avoid damage to container، اتجنب ان يعني احطم او اي حاجه للازازه المتركبه. maintain the closed system،
inspect container for cracks, leaks, cloudiness and particulate matter. الكونتينر لازم يكون هو سليم. aseptic precautions طبعا وانا بستعمل بركب اي محاليل بتبقى دايما في احتياطات لازم تكون بتجنب اي infection. wash hands and no touch technique قلنا قبل كده من نمسي اي حاجة بايدينا. add sterile bedecument preferably carried out in pharmacy. if multi-dose vials are used لو هستخدم vial كذا مرة refrigerate multi-dose vials بحطها في التلاجة تاني after they are opened بعد ما اتفتحت if recommended by the manufacturer. cleans the excess diaphragm of multi-dose vial احنا طبعا لو هستخدم كذا عينة الرابر اللي فوق ده لازم انضفه with 70% alcohol before inserting a device into the vial قبل ما اركب الجهاز في الفايل بطهر السطح بتاعه بكحول 70%. use sterile device to access the multi-dose vial دايما طبعا multi-dose vial بحط له جهاز معقم and avoid touch contamination of the device ملمس اي حاجة من الادوات اللي بستخدمها سواء device او الفايل دايما بتبقى طبعا لابسة جوانتي نظيف او استرار معقم before penetrating the access diaphragm. discard multi-dose vial if sterility is compromised لو انا شك في التعقيم بتاعها او برميها على طول discard. injection port المدخل بتاع الحقن clean with 70% alcohol and allow to dry بسيبها بعقم بطهر ب70% كحول واسيبها تجف قبل ما استخدمها. close ports that are not needed with sterile stopcocks الحاجات اللي انا مش هستعملها بقفلها. hang time for parental fluids no recommendation for the hang time of intravenous fluids including non-lipid containing parenteral nutritional fluids complete infusion of lipid containing parenteral nutritional fluids within 24 hours of hanging the fluid when lipid emulsions are given alone complete the infusion within 12 hours of hanging the emulsion complete infusions of blood or other blood products within 4 hours of hanging the blood, changing of infusion set. replace administration sets no more than frequently than 72 hours intervals after initiation of the use unless catheter-related infection is suspected or documented. catheter replacement peripheral venous catheter in adult replace catheter every 72 hours في طبعا في الكبار ان احنا بندخل قسطرة كل بنغيرها كل 3 ايام in pediatric patients and patient with difficult access leave catheters in place within until intravenous therapy is complete completed unless a complication occurs احنا بنسيبها في الاطفال لغاية لما نخلص العلاج بتاع العيان او لو في حصل مشكلة او اي حاجة بنغير القسطرة. central venous catheter replace catheter بنغير القسطرة لو في central venous المركزية patient is hemodynamically unstable لو لقينا العيان مش مستقر. Perulence is observed at the insertion site أي مشاكل حصلت في مدخل الأسطر. Don't administer systemic antimicrobial prophylaxis routinely before insertion or during use of an intravascular catheter to prevent catheter colonization يعني دايما طبعا ما بنستخدمش مضادات حيوية prophylactic يعني عشان أتجنب أي infection غير لو حصل عدوى بعدها.
في سنترال لاين باند اللي هو هاند هايجين، لازم طبعا تنظيف او صحة الايدي او ان انا اطهر ايدي كويس قوي. ماكسيمال بارير بريكوشنز السيرجيكال تكنيك، دايما لما بركب البريفيرال فينس كاثيتر او سنترال لازم زي ما بعمل بالظبط قوي في الجراحة، ان انا لازم ابقى طبعا غسيل جراحي والبس سترايل جلافز. كلوروهكسيدين سكين انتيسبسس، بطهر المكان كويس قوي باي ماده مطهره. اوبتيمال كاثيتر سايت سيلكشن، بختار المكان المناسب ان اركب فيه القسطره، زي السب كليفيال فين ان از بريفيرد سايت فور ذا نون تانلد كاثيترز اللي هو في السب كليفيال فين، ده اهم واحد. A daily review of line necessarily with immediate removal of unnecessary lines، يعني دايما ببقى بشوف على المكان القسطرة واللي مش محتاجه طبعا المفروض ان انا بشيله على طول. يبقى القساطر بتركب في حذر شديد، واللي انا مش محتاجاه ان انا بيتشال على طول علشان اتجنب اي infections.